بون سمعينا في شي وترمدا اليوم كقترح لكم سيجار بالكفته والفرماج، فغادي نحتاجوا بالنسبه للمقادير باش نحضروا سيجار ديال الكفته والفرماج، غادي نحتاجوا اول حاجه الوراق ديال البسطيله من النوع الصغير، وفي الحشوه غادي نحتاجوا البصله كبيره مشلضه، من الافضل على انه تكون بصله بيضاء. غادي نحتاجوا تقريبا زلافه متوسطه ديال الكفته بالعطريه، معلقه كبيره ديال معدنوس مفروم، معلقه كبيره ديال النعناع حتى هو مفروم مزيان، وفي العطريه غادي نحتاجوا نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الكمون، شويه ديال الملح والابزار، جوج ديال البيضات. غادي نحتاجوا كميه من الفرماج الاحمر اللي مقطع على شكل شرائط صغيره، يعني مقطع بشكل طولي، وغادي نضيفوا شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الفرماج محكوك للتزيين. اذا غادي نعاود بالنسبه للمقادير باش نحضروا السيجار بالكفته والفرماج، فقلنا اول حاجه غادي نحتاجوا الوراق ديال البسطيله من حجم صغير، وفي الحشوه غادي نحتاجوا البصله وحده كبيره تكون مشلضه، ومن الافضل على انه نستعملوا البصله البيضاء. غادي نحتاجوا كفته بالعطريه على حسب يعني الكميه اللي بغينا، اما ربعه اما نص كيلو اما زلافه متوسطه ديال الكفته تكون بالعطريه، غادي نسموها بمعلقه كبيره ديال المعدنوس، وكذلك معلقه كبيره ديال النعناع مفروم، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الملح والابزار، جوج ديال البيضات، وقلنا غادي ناخذوا الفرماج احمر وكنحاولوا نقطعوا هكا على شكل شرائط بشكل طولي، ونخليو شويه نحكوه يعني الفرماج احمر يتحك شويه، ونحتفظوا به على جنب هو وشويه ديال المعدنوس باش غادي نزينوا به. فإلى مستمعينا بغيتوا تعرفوا طريقه تحضير السيجار بالكفته والفرماج، فطريقه سهله، غادي ناخذوا مقله على عافيه مهيله كنديروا فيهم شويه ديال الزيت، تقريبا واحد جوج معالق حتى ثلاث معالق كبار ديال الزيت المائده، وكناخذوا هذيك البصله كنحاولوا نقشروها لانها تكون تغسلت مزيان وتقشر، ومن الافضل قلنا نستعملوا البصله البيضاء لانه دغيا كتنزل وما كتكونش حاره بزاف. غادي ناخذ ديك البصله البيضاء كنحاولوا نقطعوها ونشلضوها مزيان، نشلضوها رقيق، وكنشحروها مع ديك شويه ديال الزيت المائده، وكنخليوها حتى كتشحر، كنبقاو نحركوا معلقه ديال الخشب، ملي كتبدا تنزل البصله كنضيفوا ليها زلافه متوسطه قلنا ديال الكفته بالعطريه، وكنبداو نحركوا باش كتفتت هذيك الكفته بعد ما نزلات ديك البصله وتشحرات، ثم كنضيفوا معلقه كبيره ديال المعدنوس مفروم، ومعلقه كبيره ديال النعناع حتى هو مفروم رقيق، وكنبداو نحركوا وكنتبلوا بشويه ديال السكينجبير والكمون والملح والابزار، غير تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال السكينجبير ونص معلقه صغيره ديال الكمون وشويه ديال الملح والابزار، كنخلطوا مزيان حتى كتفتت هذيك الكفته كطيب وكتفرتت مزيان، وكتكون ديك البصله نزلات وتخلطت مع هذه العطريه وتنسمات مزيان مع المعدنوس والنعناع اللي قطعناهم رقاق بزاف. ثم ملي كيتخلط كلشي ديك الساعه كناخذوا جوج ديال البيضات وكنضيفوهم لهاد الخليط، وكنبقاو دائما نحركوا على عافيه مهيله حتى كيتخلط هذاك البيض، ما كيتكورش وانما حتى كيتخلط مزيان وبهذيك الخليط ديال الكفته، ثم كنطفيو عليها ونديروها في واحد الاناء ونحتفظوا بها على جنب، نخليوها غير كتدفى باش ما تحلش لينا ديك الورقه، وكناخذوا الورقه ديال البسطيله من الحجم الصغير، كناخذوا كل ورقه ديال البسطيله، وكناخذوا معلقه حتى المعلقه ونص كبيره ديال هذه الحشوه ديال الكفته اللي بالنسبه بالمعدنوس والنعناع مفرومين وجوج بيضات، وكنحاولوا ناخذوا هذيك الكميه ديال هذا الخليط ديال هذه الحشوه، معلقه حتى المعلقه ونص، وكنديروها كل ورقه ديال البسطيله كنحاولوا على شكل سيجار، لانه غندير على شكل سيجار كنديروها يعني في 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 جنب الوسطاني ديال هاد الورقه، ثم كنديروا فوق منها شريط ديال الفرماج احمر. هادشي علاش قلنا غادي نخليو فرماج احمر محكوك للتزيين، وغادي ناخذوا الفرماج احمر غادي نقطعوه هكا على شكل شرائط طويله باش الطول ديالها يعني تقريبا على قد الحشوه، لانه غنديرهم على شكل سيجار، فباش نعدو من هاد السيجار غادي تكون ديك الحشوه، وكذلك نعدو حتى هذاك الفرماج اللي غادي يذوب، فنقطعوه هكا على شكل شرائط وكنديروه من فوق هذيك الحشوه، ثم كنبرمو شويه من الجناب ديال اليمين والجنب ديال اليسار، وكنبقاو نبرمو هكا على شكل سيجار حتى كنكملو هاد السيجار كله بنفس الطريقه، الحشوه فوق منها الفرماج على شكل شريط، وكنبرموا شويه من اليمين وشويه من اليسار، وكنبقاو حتى كنكملوا على شكل سيجار. لكم الاختيار، اما
نقليوهم في زيت سخونه مزيان ومن بعد نهزوهم ونديروهم في بابي ابسوربون ورق الامتصاص حتى كيمصوا هذاك الزيت ونحاولوا نديروا هذاك الورق النشاف الورق الامتصاص نحاولوا نديروه حتى من الفوق باش كينشف لينا هذاك الزيت مزيان. اولا ممكن تاخذوا اللاطه اللي كتدخل الفران اولا هذاك المول ديال الكراتان ديال الزاج اللي كيدخل الفران ندهنوا غير بشويه ديال الزبده هكا بشيته وكنستفوا هاد السيجار معمرين بالكفته والفرماج الاحمر وثم كندخلوهم الفران حتى كيطيبوا وكيتحمروا ملي كنخرجوهم. فملي نبغيو نديروهم في طبق التقديم كنحاولوا نخلطوا شويه ديال المعدنوس مفروم رقيق مع شويه ديال الفرماج حمر محكوك وشويه ديال الشونيه الحاره كيتخلطوا مزيان ثم كنديرهم هكا كنرشوا من الفوق يعني كل سيجاره كنرشوا هكا الوجه ديالها بهذا الخليط وبالصحه والراحه.